تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي، رفع فيها إلى سموه أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى 22 لإقرار ميثاق العمل الوطني. وأعرب سمو وزير شؤون الديوان الملكي بهذه المناسبة الوطنية عن عميق الفخر والاعتزاز بما تحقق لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في ظل ما أسس له ميثاق العمل الوطني من إرساء دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، داعيا الله أن يحفظ سموه وأن يديم عليه موفور الصحة والسعادة لمواصلة تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه.